كنت متوقع إنه يصير حفلة إشاعات بعد استفتاء كابكوم اللي عملته مؤخراً، واللي سألت فيه الفانز أي جزء من ريزيدنت إيفل حابين ينعمل له ريميك. حسب ما شفنا على السوشيال ميديا، ريميك كود فيرونيكا كان الأكثر طلباً، ومنقدر نقول إنه ريميك أوت بريك إجا في المرتبة الثانية. في إشاعات بخصوص ريميك كود فيرونيكا انتشرت مؤخراً على موقع ريدت. طبعاً كالعادة رح نمر مرور الكرام على هذه الإشاعات. لا تنسى اللايك، ليتس جو. أول إشاعة بتقول إنه كابكوم شغالة على ريميك كود فيرونيكا من 2021، يعني إلها سنتين، والمسؤول عن المشروع هم جماعة M2، اللي إذا متذكرين هم اللي طوروا Resident Evil 3 ريميك. بعرف أنا شايف ردود الأفعال على وجوهكم، أنتوا حاليا توترتوا زي ما أنا توترت، لأن ريميك الجزء الثالث على قد ما كان حلو على قد ما تحصرنا على المحتوى المحذوف منه. لكن إذا في إشي أنا متأكد منه هو إنه كابكوم وصلها صوتنا وبقوة بخصوص Resident Evil 3 ريميك، وقديش موضوع الحذف هذا ضايق الفانز، فالمفروض هيك غلطة ما تتكرر نهائي. الإشاعة الثانية بتقول اللعبة المفروض يعلنوا عنها بال 2024 والإصدار 2025، لكن هذه المعلومة بتتعارض مع معلومة المسرب الشهير داسك جولم، لأن داسك حكى إنه Resident Evil 9 حيعلنوا عنها بال 2024 والإصدار 2025. طبعاً موضوع إنه يتم الإعلان عن لعبتين Resident Evil في نفس السنة هذا احتماله جداً جداً ضعيف. أنا بعتقد إنه كلام داسك هو الأصح، وحيعلنوا عن Resident Evil 9 بال 2024 مش كود فيرونيكا ريميك، لأن حسب كلام داسك Resident Evil 9 بلشت فيها كابكوم إلى جانب Resident Evil 4 ريميك، يعني بال 2018، يعني حالياً إلها 5 سنين بتنطبخ، وإذا الإعلام بال 2024 والإصدار 2025 هي هيك بيكون إلها في عملية التطوير 7 سنين. وهذا الحكي بيزيد نوعاً ما مصداقية الإشاعة اللي قالت إنه Resident Evil 9 رح تكون الأطول من ناحية المدة، فإذا هي الأطول من ناحية المدة معناته حتاخد فترة أطول في التطوير، وأعتقد 7 سنين كفاية. وإذا كود فيرونيكا بلشوا فيها من 2 سنين بس فلسه بدها وقت. وليش كمان لسه بدها وقت أكتر؟ لأن بتقول إشاعة ثالثة إنه كود فيرونيكا ريميك هي أكتر ريميك حيخضع لموضوع الري إيماجن أو إعادة التخيل مقارنة بالريميكات الثانية، وكمان هذا الريميك حيكون أطول ومحتوى أكتر من الأصلية. بذكركم اللعبة الأصلية تقريبا مدة تختيمها 12 ساعة، فإذا هذه أطول بالتالي بدها مدة تطوير أكبر. الإشاعة الرابعة بتقول إنه الكاميرا حتكون من منظور الشخص الثالث. هلأ هذا إشي متوقع بصراحة، أنا نفسي كابكوم تصير تعطينا أكتر من خيار للكاميرا في ألعاب Resident Evil، يعني تكون منظور الشخص الأول والثالث وكمان الكاميرا الثابتة. هلأ هذا الموضوع ممكن برمجياً صعب، ممكن باخد وقت أطول في التطوير، بس عندي إحساس إنه النتيجة حتكون رهيبة، لأنه جد في لاعبين هذا الموضوع بيفرق كتير معهم. نفسي تجرب هذا الموضوع بس في لعبة من ألعابها وتشوف تعمل تيست هل رح يكون في إقبال وحيلفت النظر ولا لا. ما هي أوريدي بتجرب كتير أشياء كابكوم، ليش ما تجرب هذا الموضوع؟ الإشاعة الخامسة بتخص رودريجو. متذكرين رودريجو في بداية كود فيرونيكا؟ الشخص المصاب. بقولك انه كابكوم رح تعطي رودريجو دور اكبر في ريميك كود فيرونيكا، وتقريبا دوره بيشبه دور التاجر في Resident Evil 4 ريميك، يعني رودريجو رح يصير يعطينا ادوات ويساعدنا، وايضا رح يصير يعطينا مهمات جانبية. على فكرة رودريجو في اللعبة الاصلية بعطينا بشكل غير مباشر مهمة جانبية، وهي احضار دواء الهيموستاتيك لحتى يوقف النزيف، ويعطي كلير بعدها اللوك بيك. هلأ هذا الموضوع مش إجباري وبتقدر تنهي اللعبة بدونه، بالتالي تعتبر مهمة جانبية، فشكلها كابكوم حابة توسع هذا الميزة في رودريجو وتخليه يعطي مهمات أكتر،
وأنا ما عندي مانع أبداً، لأنه موضوع المهمات الجانبية بيعجبني جداً في الألعاب وعجبني كتير في Resident Evil 4 Remake. الإشاعة السادسة تخص مقدمة كود فيرونيكا. بقولك المقدمة حتكون موسعة أكتر، وحنشوف كلير في شقتها بتجمع معلومات بخصوص أمبريلا قبل عملية الاقتحام اللي حتعملها للشركة بفرنسا. إذا ما خانتني الذاكرة، هذا نفس الفرع اللي اشتغل فيه لويس سيرا، ونفس الفرع اللي عملوا فيه مشروع نيمسيز، فممكن نشوف ريميك كود فيرونيكا يعطي مؤشرات لهدول التنين كنوع من الربط. بما إنه كلير قاعدة بتجمع معلومات بخصوص شركة أمبريلا، فممكن هذا الربط يكون على شكل نوتات. وفي المقدمة كمان بقولك إنه كلير حتحكي عن أحداث راكون سيتي. طبعا هذا إشي بديهي لحتى يذكرونا إنه بداية شرارة كود فيرونيكا كانت في الجزء الثاني، وبالتحديد في مركز الشرطة لما قرأت مذكرات أخوها كريس وعرفت إنه هو متوجه لأوروبا. الإشاعة السابعة بتقول إنه في كتير أماكن حتخضع لتغييرات لدرجة إنه ممكن ما تقدر تميزها، تقريبا زي ما شفنا في Resident Evil 4 Remake، بالإضافة لوجود أماكن جديدة كليا. عمي أنا ما عندي مانع يكون في تغييرات، ولا عندي مانع يكون في إضافة أماكن جديدة، لكن أهم إشي ما يكون في حذف. الإشاعة الثامنة بتقول إنه محرك تطوير ريميك كود فيرونيكا حيكون الـ RE Engine. طبعا هذه مش إشاعة، هذه حقيقة، لأنه كل ألعاب Resident Evil مؤخرا عم بتم تطويرها على الـ RE Engine. أما بالنسبة للإشاعة التاسعة فهي تخص ستيف بيرنسايد. الإشاعة بتقول إنه ستيف حيكون له دور أكبر في الريميك، وحنتحكم فيه في عدة أقسام من اللعبة، وأيضا حيكون مرافق لكلير زي ما كان لويس مرافق لليون في Resident Evil 4 ريميك. الإشاعة العاشرة تخص الجيم بلاي أو أسلوب اللعب. بتقولك الإشاعة إنه حيكون في إضافة جديدة لأسلوب اللعب، وهي الأنكزايتي بار أو بار القلق، وحيكون تحت بار الصحة لكلير وستيف. هلأ هذا البار كل ما يزيد كل ما بتصير الشخصية تشوف هلاوس وتهيؤات غريبة، وحيكون في عشبة جديدة لونها برتقالي حتخفف من مستويات القلق. هلأ هون قعدت أفكر ليش بده يكون في أنكزايتي بار لكلير وستيف. من ناحية عملية كابكوم بدها تزيد توتر اللعب، هذا إشي أكيد. أما من ناحية منطقية فعندنا ستيف عمره 17 سنة في كود فيرونيكا، يعني شاب صغير ما عنده خبرة قتالية، وكان مسجون مع أبوه في جزيرة روكفورد، وأبوه بعد ما تحول لزومبي ستيف بنفسه قتله، وكمان أمه انقتلت على إيد أمبريلا، ومع هالحفلة اللي بتصير حواليه فإشي طبيعي يكون عنده قلق. بالنسبة لكلير صحيح هي عندها نوعا ما خبرة قتالية بعد أحداث راكون سيتي، ونوعا ما الموضوع مش جديد عليها، لكن شكله أحداث راكون سيتي رجعت عليها بأثر عكسي، وتكرار هذا الوضع مرة تانية على جزيرة روكفورت زاد القلق عندها، وحبها لأخوها هو اللي مخليها تكمل. شو رأيكم؟ بتشوفوا هذه الإضافة حلوة ولا لا؟ أنا كفكرة مبدئيا متقبل، لأني حاسس هذه الخاصية على أعلى صعوبة حتكون جدا مزعجة بالنسبة لي، لكن بالمقابل جدا ممتعة بالنسبة لكم يا مشاهدين، لأنكم بتحبوا تشوفوني بتعذب وأنا بلعب. هذه الإشاعة تخص الوحش المترصد اللي حيجننك في اللعبة، واللي حيكون التايرنت T078. أنا هون عندي تعليق واحد بس، هذا الوحش يعاملوه معاملة بين قوسين نيمسيز، لكن بين قوسين نيمسيز 2.0، يكون سريع في الحركة ويكرموه بالاي اي الذكاء الاصطناعي، يعني ردات فعله تكون غير متوقعة وعشوائية. إذا كان هيك فأنا ما عندي مانع أبدا إني أواجه T078. بالنسبة للإشاعة الأخيرة واللي أعتقد رقمها 12 فهي تخص ألبرت ويسكر. بقولك إنه ألبرت حيكون له دور أكبر في الريميك، وحيظهر في عدة مشاهد سينمائية، وحيترك نوتات خلال اللعب. انتوا برأيكم ألبرت ويسكر رح نشوفه أول شي
في Resident Evil 5 ريميك ولا في Resident Evil Code Veronica ريميك؟ صار الواحد محتار حاليا. أوكي، الإشاعات حاليا خلصت. بشكل عام احتمال تكون هذه الإشاعات صح لأنها مش كتير شاطحة، باستثناء موضوع الانكزايتي بار هذا لأنه حاسه شطحة. الواحد صار محتار صراحة، مش عارف شو نوع الحلا اللي حابب يطلبه، كود فيرونيكا ريميك، فايف ريميك، اوت بريك ريميك، ريزيدنت ايفل 9. هلا هون انا عدت افكر اذا بدي اختار وحدة شو ممكن اختار انه يتم الاعلان عنها قريبا. يعني بصراحة انا بختار ريزيدنت ايفل 9 لاني ببساطة فضولي جدا وحابب اشوف شو الاتجاه اللي اخدته كابكوم للجزء الجديد، وعن جد شو وضع البي اس اي اي. انتو شو رأيكم؟ اي لعبة حابين يعلنوا عنها اول؟ اوكي جيكسو، احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم بهذه الاشاعات. انا بتشكركم كتير للمشاهدة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.